واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. عباد الله، أتدرون ما هو سبب إهلاك الأمم وأخذها وحصول الفتن ونزول البلاء والمحن؟ السبب في الجملة هو الذنوب والمعاصي والمجاهرة بذلك من الداني والقاصي. قال جل وعلا: فأهلكناهم بذنوبهم. وقال جل وعلا: فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. عباد الله، من أسباب الإهلاك ترك العمل والحكم بالكتاب والسنة، فإن كثيرا من حكام المسلمين ودولهم لا يحكمون بالكتاب والسنة، وإنما يحكمون القوانين الوضعية التي يمليها ويتلوها شياطين الإنس والجن. قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالمصائب والإهلاك تأتي نتيجة لترك الحكم بما أنزل الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال جل وعلا: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ومن أسباب الإهلاك والأخذ الظلم، والظلم من الشرك وتعدي الحدود والتمادي في ذلك بعد الإنذار والإعذار. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فالله يمهل ولا يهمل، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فاتقوا الظلم عباد الله، فإن الظلم ظلمات، سبب للإهلاك وحصول المصيبات. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ومن أسباب الإهلاك ظهور الربا والزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل، إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. أما ظهور الربا في هذا الزمن فهو أمر واضح، كما تتعامل به غالب المؤسسات المالية كالبنوك ونحوها، حيث يتعاملون بالربا سرا وعلانية حيلة وصراحة، بل ربما استحله بعضهم ولا يخطر على باله حرمة هذا الأمر. والله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما الزنا فسبب ظهوره أمران. الأمر الأول: تساهل أولياء النساء في الوقاية، بحيث يترك الرجل زوجته أو ابنته أو أخته أو موليته تخرج بدون ولي لها، أو تسافر بدون ولي لها، أو تخرج بزينة تامة كأنها للأسواق وكأنها ذاهبة لحفل زفاف لا يحضره إلا النساء.
أما الثاني تساهل ولاة الأمر ومن يمثلهم في الرقابة، بحيث تفشو المجلات السيئة والأفلام الخليعة والاختلاط بين الرجال والنساء في كثير من الأمور التي لا يجوز فيها الاختلاط، بل المرأة في بيتها خير لها وبيوتهن خير لهن إلا إن خرجت من حاجة ملحة هي لها. فاتقوا الله عباد الله، اعتبروا بالأمم الخالية وما حل بهم من العقاب، وبالأمم الحاضرة وما يحل بهم من عقاب، كل ذلك بسبب الذنوب. أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. تلك الأمم مكن الله عز وجل لها في الأرض ما لم يمكن لغيرها من الأمم، بل أرسل الله عليها السماء مدرارا فأنبتت الأرض وجرت الأنهار من تحتهم، ومع ذلك لم يغنهم ذلك من عذاب الله حينما عصوا فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال جل وعلا: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتذكروا عباد الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من المتقين الناجين الذين لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، واجعلنا من عبادك الشاكرين، وأعذنا اللهم من الشرك وحال الخاسرين. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر. الحمد لله على إحسانه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، اتقوا الله وخذوا حذركم بالأخذ بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه. اتقوا الله إن الله شديد العقاب، ولا تأمنوا مكر الله وبأسه، وخاصة في أعقاب الغفلات فإن أخذه أليم شديد. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وقال جل وعلا: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. عباد الله، كفوا عن السوء وانهوا عنه، ينجيكم الله من عذابه وعقابه إذا حل بالظالمين الفاسقين الناسين لما ذكروا به. قال جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال ابن الجوزي رحمه الله في موعظة له بعنوان: جزاء المخالفين لأمر رب العالمين. قال: مخالفة الأمر توجب سخط الأمر.